عدم ودعت خليلي بغني صبا قلبي صعب يبقى لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المدينة الجميلة التي تتميز بمزارعها وحقولها الخضراء سنقضي يومنا هذا، فهي مدينة أيضا بها الكثير من المعالم والمعامل والمصانع، كما تتميز هذه المدينة أيضا بتربيتها للماشية والأغنام والأبقار بصورة خاصة. فتعالوا بنا لنتعرف على هذه المدينة ونقضي يومنا هذا فيها. في مدينة تاربة العديد من الحرف والمهن المختلفة كالدباغة والصباغة والنجارة وغيرها، ولا زال الكثير منها يمارس إلى وقتنا الحالي. فتعالوا بنا لنتعرف على بعض هذه المهن ومن يمارسها. ونحن في مدينة تاربة هنا نتعرف على كثير من ما تتميز به هذه المدينة، ولعل الطب الشعبي هنا يأخذ نصيب وافر من ممارسته. فهناك العديد من المهن مثل الحجامة وكذلك تعمير وتجبير الكسور، ونحن هنا الآن أمام أحد الذين يحترفون ويمتهنون هذه المهنة منذ زمن سابق، وتوارثها أبا عن جد كما يقال، توارثوها مع هذا الأخ صالح سالم حسين. مرحبا بك أخي صالح. والحقيقة مسألة تجبير الكسور هذه مسألة سهلة ولا صعبة شفت؟ والله كل مهنة يعني ضروري البداية تكون صعبة طبعا، يعني الواحد بداية لما يبدأ يكون في صعوبة شوية مع الممارسة مع الأيام والسنوات، يزداد إنسان خبرة ويزداد ممارسة وتكون طبعا سهلة بعدين في الأخير تكون سهلة. يعني انت درستها ولا ورثتها ولا كيف؟ والله تقريبا بالوراثه، احنا بالوراثه يعني ما في دراسه، يعني حسب ما الوالد يعني يجبر، والد الوالد والد والد الوالد يعني من يجبر ما شاء الله اقدم يعني من احنا في مهنه التجبير يعني هذه، وكسبناها بالوراثه يعني بالوراثه عن طريق يعني كنت في بدايه الامر يعني مع الوالد كنت تساعده ولا كيف؟ والله تراه يعني لما من احنا اطفال يعني احنا صغار يعني كنا نشاهده يعني نشاهده اما يجبر ونقرب له مثلا احيانا الطيبان والادوات او نساعده في مسك المرضى يعني سنين طوال، وهذه بحد ذاتها هذه الخبره والتجربه تكسبها من هذه اكثر من هذه دراسه الحقيقه. ايوه هذه دراسه يعني عن طريق المشاهده يعني يمكن ما تكون دراسه مكتوبه ومنهج وكذا لكن مسك الاشياء هذه وتشوفه لما يكبر وتشوفه لما يعمل ذا، وهذه كسبنا الخبره اكثر من هذا يعني. طيب لما كان الوالد موجود هل مثلا اعتمد عليك في حاله من الحالات، مثلا قال لك قعد تعال يا صالح انت اعملها وانا بشوفك وكذا يعني؟ كان بالنسبه لي انا لا، لان يعني فتره دراسه وفتره يعني فتره ذيك يعني عسكر وتخرج ولا يعني مارست الدفعه في حياه الوالد الا في مرضه الاخير يعني مرضه يعني مرضه ما طال فتره طويله، هو يعني يمكن مده اسبوع ولا شيء. ايوه واعطانا احنا نصائح شوي في خلال الفتره هذه اللي مارسنا قليل يعني التجبير، واعطانا بعض النصائح وبعض خلال الفتره القصيره هذه يعني. طيب انت كيف تعرف المريض انه يشتكي من مرض او هذا المكان بالضبط اللي يحتاج الى تجبير ولا شعر ولا كسر ولا هذا؟
يكتسب عن طريق الخبرة والممارسة، وطبعا عن طريق اللمس، نحن عن طريق النبس العضوي يعني قبل الإشاعة، يعني قبل الإشاعة وقبل ما تجي الإشاعة، وقبل حسب ما يقول الوالد ووالد الوالد ما في إشاعات، كان أول كان ما في إشاعة، يبرون عن طريق يعني اللمس العضو المصاب، يعني عن طريق تعرف بعض كسور تعرف حتى عن قليل المشاهد، يعني لما تشاهد العضو يعني تعرف إنه كسر وشعر وفك يعني، ولكن أكثر عن طريق اللمس، يعني لمس العضو يعني وضغط عليه تعرف الشعر والكسر والفك والخلع والميال والكل، يعني تتحدد عن طريق ملامسة لمس العضو يعني. سبحان الله. وتعرف إنه هذا يحتاج إلى كذا أو إلى كذا. أيوة تعرف هذا. إيش الأدوات اللي تستخدمونها أنتم هنا ما شاء الله؟ والله الأدوات هي نفسها الأدوات القديمة الحديثة نفسها، إنما طريقة التغيير يعني نحن الآن نستخدم الشاش، ومن أول يعني قبل ما قبل الشاش يدخلوا مثلاً كاره وخرق يعني الخرق العادية القديمة يعني. والآن يعني استخدم الطيبان هذه على قولهم الجباير، الجباير يعني يستخدم تكون يعني هم يكون يعني تكون مستطيله وملسه يعني محدده مستطيل وتقطعها حسب مقاس العضو المصاب يعني الكسر يعني. حد من الاولاد بدات الان تعلمهم كذا و... والله الى حد الان عاهدهم ولا هم ولا بحد عنده عندهم هم يطالبون هذا قبل ايام قال اي علم وعلم نحن وعلمنا كويس ولا عندهم الرغبه وعندهم وان شاء الله الله بن بنعلمهم ان شاء الله بيستمرون المهنه ان شاء الله تستمر يعني لا نعم ان شاء الله. طيب اصعب حاله واجهتها صالح في عمليه التجبير ولا اصعب حاله واجهتك يعني في المسيره هذه ما شاء الله؟ والله الاشياء صعبه طبعا لا شك انه في تحول الناس احيانا، ونحن الان الوقت الحاضر يعني بتقدم الطب بتقدم العمليات الجراحية بتقدم الدكاترة ممتازين الآن، يعني الأشياء اللي نحس إنها تحتاج عملية جراحية ولا تحتاج نحولهم يعني جميل جدا الأكسور اللي بنجبرها شو اللي تحتاج تحويل يعني شو عملية معقدة الآن نحولهم للدكتور اللي نرى إنه يعني ممتاز نقول لهم شو هذا دكتور يعني كذا كذا نروح عنده يعني أو شيء يعني حسينا إنه يعني طبعا من مشاهداتنا لهم إشاعاتهم وتجبير وخبراتهم نرسلهم لأفضل دكتور يعني. جميل جدا. اذا نعم. في علاقه كويسه بينكم بين المستشفيات طبعا اي حاجه يعني حاجه نحس انها يعني انفع المريض واصلح المريض وافضل عمليه راحيه نحولها يعني نحولها. معظم المرضى يجون من تاربه ولا من غيرها ولا برا يجون ولا لا؟ والله بالنسبه لنا احنا اليوم من جميع تقريبا الوادي حضرموت يعني من جميع الوادي يعني من وادي حضرموت يعني من تريم من سوون من ابعد من سام من كم لك انت شخصيا؟ كم لك انت تقريبا التجبير يعني انا بعد وفاه الوالد يعني حسب ما اقول لك يعني خلال حياته تقريبا 10 سنوات او شيء لا لا انا تقريبا 27 الوالد توفى في عام 93 يعني الوالد توفى في عام 93 يعني في شهر ما شاء الله يعني بعد ما والوالد برضه كان يمارسها من اول وكذا والوالد تقريبا استمر فتره التجبير 40 سنه يعني قبل يعني ما شاء 40 سنه يعني هو يجبر يعني في حياته وما قبله والده وما قبله والد والده يعني جده سبحان الله. بس واحد في العائله يمارس القصه هذه هو ولا حد من اخوانك كمان يعني؟ والله هو في حياه والدي كان لكن ما استمر قليل يعني هذا تقريبا والدي اللي هو اللي استمر يعني والحين تخلفت الوالد وضروري يكون واحد الظاهر في الاسره يكون مارس القصه هذه يعني ياخذها وكذا ربنا يوفقكم ان شاء الله ويعينكم ان شاء الله وفعلا مشهوره تاربه بالعامري انه يجبر وانه يعمر وانه كذا والدهن ده برضه تستخدمونه في لا طبعا ترطيب العضو قبل التيبير يعني يستخدمونه الليل مشان تليين العضو المصاب ومساعد يعني في الحركه يعني. لا شك أنه هناك الكثير من المهن كما أشرنا والحرف الموجودة هنا في تاربة ومن بينها الطب الشعبي الذي اشتهر كثيرا في هذه المنطقة مثل الحجامة وتعمير الكسور وغيرها. واليوم نحن نتعرف على شيء من هذه المهن وهي الحجامة في الطب النبوي. تعرف على الأخ مطران باسيف. السلام عليكم مطران. عليكم السلام. طبعا الحجامة لا شك أنه من الطب النبوي وانتم ما شاء الله تمارسوا الحرفه هذه من زمان يعني من زمان من اجداد والاباء وناس تعلمتها من ابوي وابوي تعلمها من ابوه وهكذا من جد يمكن سابع ولا الخامس انت بتعلمها لاولادك ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب ايش فوائد الحجامه هذه الحجامه؟ فوائدها انها تفيد الامراض تفيد يعني اولا هي وصيه اهل السماء لاهل الارض في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا أمر أمتك بحجامة أو عليك يا محمد بحجامة أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي أحاديث عدة يمكن أكثر من 20 حديث في صحيح البخاري فيها فوائد عدة منها تجري البصر وتقوي الذاكرة وعلاجاتها لجميع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا في شفاء لأحدكم
في ثلاث: شرطة من محيم أو شربة من عسل أو لذعة من نار. وفي الحديث الأول قال انهي أمتي عن النار. في الحديث الثاني قالوا يا رسول الله نحن نكتوي ونستفيد، قال لهم أنا أكره النار والحجامة احتجم أكثر من مرة. اللهم صل على النبي. في أوقات خاصة للحجامة ولا أي وقت مفضلة؟ في أوقات مفضلة، منها 17، 19، 21، فيها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها حق الحديث الشهر الهجري قصدك ولا كيف؟ أيوه القمرية. وأفضل أيام الأسبوع الاثنين والثلاث والخميس، وباقي الأيام كل هذه الأفضلية، الصباح أفضل من المساء، يعني كلها تفاضل. طيب لو جيت أنا بحجم ولا عندي مرض مثلا، هل تحدد أني أحجم ولا ما أحجم؟ كوقاية زين الحجامة، خص الإنسان من بعد 25 وكذا، حتى كوقاية زين أو 30 زين الحجامة. الوقاية هي والوقاية خير من العلاج. لا الوقاية هذه كان إنسان يحجم في السنة مرة هكذا، ينشط الدورة الدموية حقه، تنزل الأملاح السموم الدهون، ولا أو تكون كعلاج إذا حس بنفسه شيء يحيم. يقولون بعضهم هذا الدم اللي يخرج فاسد صح؟ ولا هو دم يعني ما يحتاج الجسم ولا كيف؟ هو الطب الآن الحديث يقولون له محمل شوايب. محمل شوايب. ما هو نقي. الأولين يقولون فاسد تقريبا، إلا التعبير واحد. التعبير واحد بس لا قالوا فاسد. لا قالوا محمل شوايب يعني كريات دم هرم. ما يستفيد من الجسم، يمكن يضر الجسم أكثر مما يستفيد. أيوة يضر الجسم أكثر مما ينفع. وبالتالي يختلف يعني من، وأحيانا يمكن يخرج دم كثير دم قليل دم كذا. اسم الإنسان أكثر. كل حال لها يعني اعتبار خاص. أيوة كل حد له. بعدين عن جسم الإنسان لأنه ما يخرج من الأوردة، يخرج من الشرايين. وهذا من هنا تخري، حتى للعين وللمس تخري معها أحيانا. الله يعني أن الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم، قيل أنه إذا صادف المحجم خلاص يتعافى الإنسان سبحان الله. وكثير الحمد لله كثير يقول لك أنا كنت مع الحجامة هكذا مع القراءة الضايق أو استرع أو شيء، لكن بعد الحجامة ما شاء الله الحمد لله. يقول لك ونحن في هذه المدينة الجميلة هناك العديد من الأسواق المختلفة، منها التجارية ومنها أيضا ما يباع فيه العسل وغيره من المواد، ولكننا في فقرتنا هذه سنتعرف على سوق من نوع آخر، لأن هذه المدينة اشتهرت بحرفة ومهنة لها علاقة بالتسوق، إنها تربية الأغنام والماشية بشكل صحيح وجميل. فتميزت هذه المدينة بسوقها وتجارتها في المواشي. السلام عليكم. كيف حالك؟ بارك طيب، صحتك مرتاح؟ اموركم طيب ان شاء الله؟ الله يحفظك. نتعرف عليك. حياك الله. الاسم من؟ عوض كرامه قروان. ما شاء الله عوض. انا استور حبتو. الله يحفظكم ان شاء الله. ما شاء الله في تارم عندكم تربون الاغنام هذه ومهتمين بها كثير يعني. هذا عملنا هذا. كم لك فيه ما شاء الله؟ هذا من الستينات. من الستينات؟ من الستينات في العمل هذا. يعني قريب لك 60 سنه ولا 60 سنه ما كان 40 و20 60. كيف طريقتكم في التربية هذه الأغنام؟ التربية إحنا نتعلمها حسب نقدر بالأعلاف ولا نطلع إحنا. إيش تعطونهم بالضبط؟ إيش من؟ هذا نعطيهم قضب برسيم، هذا قضب وصب وطعام ورضيح. وهذا اللي نعطيه إياه. نعم. منين تجيبون أنتم هذا الأغنام؟ بلادنا ولا؟ لا هذا نجيبهن من المكلة. المكلة. الصومالي دون المكلة نحشيل من المكلة. ها يعني جيب من الصومالي أساساً؟ جيب من الصومالي. طيب عم عوض 60 سنة تقريبا، يعني هذا عمر مع الحيوانات. عمر. كيف التجربة هذه تجيبها أنت؟ كيف لما بدأتوا؟ كيف لما بدأنا؟ ربي على قليل على قدر طلب حق البلاد. الحين ما شاء الله طلب كثر، البشر كثر وزاد طلب. كنا ربي تربة كلها يمكن ما فيها كم هذا الكلام. والحين كل ألاف تربة من هذا. القبائل على الصغار ذي ولا على الكبار عندكم دائما؟ طلب
ايوه الطلب على الصغار وعلى الاصغار ذهب طول السنه، والكبار وقت المناسبات يكثر الطلب حق الحين خاطي قليل ما هو وقت المناسبات اعياد حراوات تكثر. الاسعار كيف الاسعار؟ كويسه ولا غالي ولا؟ والله كان كويسه ما الحين غلت معيش رخيص. وانتم تشترون كيف؟ نحن نشتريهن باسعار قد السوق يوم يطلعان يوم يندر واكثر طلوع معيش نزول. اكثر طلوع معيش نزول. يعني تربية الخسارة انت تشوفها ولا؟ بركي فيه ولا تربية نقول بنخسر فيه، لكن الحمد لله عايشين من ستينات لحد يوم احنا عايشين الحمد. ما شاء الله. طيب انا اشوف التعامل مع الغنم صعب يا معوض، يعني ما هو سهل انك تتعامل مع الغنم. خلاص احنا ولفناها نشوف على السل علينا. احنا سنين طويلة نشوف الامور طبيعية طبيعية كذا. ما نحن متعمل جنبها. شي امراض تصيب لا سمح الله ولا؟ تجينا امراض، تجينا امراض معين، تجيها امراض كلها الكبار والصغار، بس الصغار يجيهم يم. لأنكم الواحد يسافر يعطونه بر حق التطعيم ذي لما يشوف برجين تقلب عليه اليوم حق البلاد حقنا ويضره منه يرتهاب روي. اها ما فيش بيطرة هنا ولا كذا؟ ما بيطرة بس تجيب دواء منها، ما ينفع ولا البيطرة تجيب دواء بس من عندهم يزودون اللي يشترون هذول اللي يطيرون دواء يجيب منهم. شيء مثلا يروح عليكم منهن وكذا؟ يروح علينا منهن. مثل ما قلت لك يروح علينا في الصغير كثير 25% من الصيد يروح. الكبير لا يروح يقاوم شويه، يقاوم يروح 10-5 احيانا ماشي. وما صغير هاي يروح كثير فيه. ايش تربون غير الغنم عندكم؟ بس ماشي الغنم بس. غنم بس ها؟ بس انتم تعطون الاكل يعني كم مرات اليوم مثلا؟ نعطيهن وجبات وايد، نعطيهن صباح بسط، ضحوه قصب، الظهر قصب، عشيه قصب، اخر رايحه طعام، وعيشوا على قولهم. ما شاء الله. يعني متعنين من سوايع نايه كامله. ها نايه كامله. الله اكبر ما شاء الله. طيب السوق محلي هنا ولا السوق؟ لا يجينا محلي ونسرح السوق وقت المواسم نكثر في السوق. وكما الحين يجون ناس اللي مطلب بس كما كذا من هالبلاد ولا حتى من برا يجون؟ يجون من الوادي يعني. منطقة الوادي. منطقة الوادي من اخر دوعان لما اخر. ايش رايك انا بجيب لي غنم بقدر ربيهن ولا ما بقدر؟ بتربين ولا فيها صعوبة؟ لا صعوبة عندنا نحن ما فيها صعوبة. لكن ذا في البداية بس انت بتعد فيك صعوبة عندنا. ها؟ ايش المفروض راعي في القصة هذه؟ انت بتكون صعوبة عندك ما كوالفة. لا بتعرف مرضن ولا بتعنى بالويبات حقن. اللي اذا حيكونوا من الباقر هم فوقن. ولا جي عندكم هنا دورة تعطونا دورة في التربية؟ مستعدين. الله يحفظك. طيب شي موسم للتزاوج هنا عندكم ولا كيف؟ موسم زواجات. لا انا قصدي بالنسبة للأغنام يعني هنا يتكاثرن عندكم ولا كيف؟ لا طيب الموسم ما يتكاثر عندنا. لو عندنا يتكاثر مع بشترين. يعني انتم بس تربونهن وتاكلونهن وكذا ونسوق وتبيعون وتسوقون. هذا المكان كله له سنين ناس يوم بطلي ولا طلين ولا كثير قليل. هذا معنى ايش؟ يعني نقول له سنتين على قولهم يقولون الحين كذا له سنتين. ايوه ايوه الضرس هذا يعني يدل على انه قوي وانه ما هو قوي انه طلع ما طلع. لا سنه ايوه ناخذ سديس. هذا بقى ضرسنا في المكان في ضرسنا وضرسنا نقول سديس. ايوه ناخذ ثني لان الثنيه يطلع عند الحق يقولون الثني. كبار كويس. طيب ايش عاده ثاني كذا يركزون عليه اثناء الشراء المشترين يعني يركزوا على سمن على السمن حقا. ايه بالضبط الاشياء اللي ممكن نركز عليها؟ تعال خلينا نشوف. تبي يا ويلي على العنب ها مثلا هذا. ايوه خذ هذا السمن كويس. هذا هنا أيوة. يدل على انه سمين سمين وجنبه هنا وجنبه هنا كمان. ايوه ايوه القرون ما لها علاقه؟ لا ما لها علاقه. احيانا تكون واحده مقشومه اذنه ولا شيء ولا ما يأثر عليه؟ ضحايا ضحايا ما بقدر مقشوش. ها دحين ذا مثلا ذا كم بيجي سعره توقع؟ والله اليومين دي 80-85 85. تمام ربنا يسوقك ان شاء الله. السوق كيف الايام دي بتحرك؟ والله متوسط كذا. لا يزيد اكثر في العرس وال المناسبات والاعياد وكذا هذا يكون اكثر شيء. ما شاء الله. شيء مشكله اثناء التربيه؟ في مشاكل يستعانون يعني؟ في مشاكل تهاب راوي تجي كمان الورد كذا. ايوه نعم. ها
لكن انت وقتنا تعطيني القضب تعطيني الشغلات هذه ما عندك مشكله فيها. لا الاكل ما في مشكله الاكل، لان عم هو المريض تعرفه ما ياكل كما سمين لا تنتبه له يضرب ما يبرز من الاكل ما ياكل يعني. نحن الآن أمام حظيرة لتربية الأبقار ونتعرف على أخونا الأخ رضفان عوض ربيع بدارة. حياك الله رضفان. التعامل مع الثيران والبقر أظنه في نوع من الخطورة، إيش رأيك؟ في نوع من الخطورة. أنت كيف تربون؟ والله هذا ضروري أنك تربطهم بالحبال هذه ومشان لا يعورن حد ولا يعورنك. منين تجيبون الأبقار أنتوا هذه؟ صومالي. صومالي كله؟ أيوه. كم تجلس عندكم هنا تربية الفترة يعني؟ والله من 3 شهور إلى 6 شهور. وفي التخير يعني بعض ساعات سنة. تخير. أنت طبعاً تسوقونها وتبيعونها وكذا. بيعها نسوقها ونبيعها للناس من أي للزغيات. ومساعدة الناس قليلة شوية كذا في من قلال المعيشة وغلاء. يعني الثور هذا لو قلنا عندنا مناسبة كم بي؟ كم بيكفي من الناس؟ الله يكفيك إلى حد 1500 1800 1700 يعني عند النوعية الثور. أيوة. من كبره وصغره. وسعره تجاوز؟ من 600 إلى 700. 600 إلى 700 يعني مناسب إلى حد ما. إلى حد ما أفضل من الجلب. طيب أنتوا تجيبونهم صغار ولا قلهم بهذا الحجم ولا كيف؟ لا نجيبه صغير. ويعني ركيك يعني يسوى مالي خفيف. أيوة. ولذلك يعني هنا نعلف عليه نحن. إيش تعطونه بالضبط؟ أعطي القضب والقصب والكدم هذه. أيوة. والبوشة يعني جلس أكثر شيء سنة عندكم 3 شهور 4 شهور هذا عند التسويق. عند التسويق قبل أكثر من 800 عام كانت هنا حياة في هذا المكان قارة الشناهزة، حيث كان هناك العديد من السكان الذين يحيون في هذه المنطقة. إنها من المعالم الأثرية هنا في وادي تاربة، فتعالوا بنا لنتعرف على أبرز ما يحتويه هذا المعلم. هنا التاريخ دون حكاية حضرمية لمدينة عامرة آهلة بالسكان والمباني، الحصون تعلوها والمساجد تتوسطها والحدائق الخضراء تحيط بها. شاءت الأقدار الإلهية أن تهجر هذه المدينة وتتحول لأطلال من الركام، فلم يبق منها إلا ما نراه الآن. إنها قرية الشناهزة بمدينة تاربة، الواقعة بالقرب من مدينة سيئون. تنسب هذه القارة إلى قبيلة الصناهيجة الساكنة لها، والتي هاجرت واستقرت بالمغرب العربي أثناء خلافة سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله. يعود تاريخ هذه القرية كما تشير بعض المراجع التاريخية إلى سنة 604 هجرية، في حين يراها المؤرخ الحضرمي ابن عبيد الله في كتابه معجم بلدان حضرموت أنها تمتد إلى ما قبل الإسلام. هي قرية مغيلة في القدم، عاشت أمجاداً عظيمة، فقد كانت عامرة بالعلماء والفقهاء، ولذا نالت مكانة وشهرة بين باقي المدن الحضرمية. الآثار والشواهد التاريخية والمعمارية تتناثر في هذه القرية، فهذه القلعة الحصينة ماضياً والواقعة في قمة الجبل واحدة من معالم القرية،
فهي الحامية لها وموقعا لحاكمها. القرية رغم مساحتها الصغيرة إلا أن بها 6 مساجد لا زالت آثارها باقية إلى اليوم، يشم بين جدرانها عبق وطيب الذكر والصلاة والتلاوة، وترى في أرضها الترابية جباه الساجدين من الصالحين والأخيار. وقد وجد بأحد المساجد منبر خشبي يعود إلى سنة 673 هجرية. بالقرية 3 مقابر لا زالت آثارها باقية إلى اليوم، وهذا يعطي دلالة لكثرة ساكنيها وبأنها في حقبة تاريخية مضت عامرة بسكان. تجول وتطوف بين أطلالها وفوق أزقتها المتهالكة، فتعود وتغوص إلى العصور الغابرة وتعيش لحظاتهم وتشاهد معمارهم وتخاطب إنسانهم وتأكل أكلهم وتعيش حياتهم. تذرف دموعك عندما ترى أكابر القوم يتحدثون فيما بينهم، هل يعود مجد قارتنا هذه مثل ما كانت؟ وهل يعمرها أبناؤنا الذين شتتهم القدر ورماهم في كثير من البقاع، وفجأة تصحو من أحلامك الغائصة في التاريخ والحضارة لتجد نفسك بين هذه الأطلال منتظرا عودة أحفاد الصنهانجيين لتعود المدينة كما شاهدتها في حلمك؟ نحن نقضي يومنا هذا الجميل في هذه المدينة، مدينة تاربة، في مروجها الخضراء وحقولها ومزارعها وبساتينها. والحقيقة تاربة موصوفة بأنها بلد الشعراء سواء كان في الزمن السابق أو في الزمن الحالي، وأيضا فيها مغنيين للدان. ولكن دعونا في فقرتنا هذه نزور بعض الشعراء في هذه المدينة، ومن شعراء الشباب طبعا الشاعر خليل باسيف. مرحبا بكم أبو سليمان. مرحبا حبيبي، حياكم في تاربة. نعم انت سازار والطاقم كله وقناة يمن شباب، حياكم الله. حياكم الله. وكذلك الشاعر الشاب محمد الدقيل، حياك الله. حياك الله محمد، يا مرحبا، يعطيكم العافيه ان شاء الله. مستنى الله شرفتم. الله يحفظكم ان شاء الله. طبعا تارب منول فيها شعراء، فيها شعر ما شاء الله، والشاعر خليل يعني معروف بشعر المدار يعني. طيب يعني لو تحدثنا عن خليل باسيف ومشاركاتك وشعرك، كيف انطباعاتك ومشاعرك كنت في المدار؟ حياكم الله. بالنسبه لمشاركتنا في شعر المدارة خاصة والشبواني، يعني هذا اللي هو مجالنا وتخصصنا فيه، اللي مشهور يعني بحضرموت، مشهور بحضرموت يعني من يمكن 1998 أول مدارة دخلت في تاربة، وبعدين توسعنا من تاربة لسيئون لتريم للوادي كله للساحل كله. المدارات الشبواني اللي تسمعون عنها في المطالع ولا في الزواجات، نعم. إلى آخر الليل، إلى قبيل أذان الفجر يعني. ونحاول نحن ننقل هموم الناس، نحاول نحن نسمع على بعض الناس وهمومهم اللي دائما يشتكون من الغلاء الأسعار ومن الأمور هذه، فيجدونها إن شاء الله في المدارة دائما في الأشعار هكذا. أيوة. ورغم أنها يقول بتحقق كلها، ولكن المهم أنها يعني تتكلمون بصوت المواطن، بصوت ما تلاقون أحيانا مضايقة مثلا من بعض الجهات. والله بالنسبة إذا الشعر انحرف عن مساره ممكن تلاقي إذا سميت باسم يعني ذكرت اسم معين، هذا اسم معين تبتعدوا منه يعني. المفروض انه يكون هناك رمزيه في الشعر. يعني بدون اسم قول ذا بس ارمز له برمز معين. وهذا هو حلاوه الشعر يعني. واللي كان في قديم الزمان. الان الشعر هذا تعرف انه قليل انحرف عن مساره، واصبح بعض الشعراء يعني يقول بالاسم يعني. هذا شيء غير اكيد اكيد، لانه حتى يفقد حلاوه الشعر فعلاً والفنيه، الصوره الفنيه تكون بعيده يعني. أيوة. محمد انت ما شاء الله يعني بدات في الشعر من قريب يبدو. من تقريبا اول بدايه مع حافه تاربين في العام 2007 تقريبا. ما شاء الله على الحديث يعني. ولكن هو هوايه الشعر من ايام المدرسه الاساسيه. كنا نتعلم في المدرسه الاساسيه، نقوم مع الجلسات الادبيه
نشارك بها بقصائد متواضعة، ولكن الحمد لله بدايات مع الحافة التاربة في 2007 يعني الآن نقول نحسبك شاعر من شعار الحافة إن شاء الله. وشاعر من شعار الحافة التاربة، شاركنا معها في العديد من الفعاليات وكذا. تأثرت بحد من الأسرة مثلاً؟ كان شاعر جدك ولا أبوك ولا حد من؟ والله كان جدنا اللي في رقصة كسر الصوت كان له مشاركات جدنا، ولكن هي هواية منذ الصغر، هواية الشعر. يعني أول مرة قلت شعر متى تقريباً؟ أنت في سن كم؟ أو في سنة كم دراسية؟ خلنا نعمل تقريبا في الصف السابع. ها، الصف السابع. كانت قصيدة كذا لباس ما محترمة يعني، هي عبارة يعني صفقوا عن صفقوا الطلاب في المدرسة وكذا. في الطابور الصباحي جلسة أدبية كانت. ها، كان بدايتها انطلاقة والحمد لله مع شعر شعبي ولا فصيح؟ لا شعر شعبي. شعر شعبي تذكر شيء منها ولا؟ والله ما صراحة. طب خلنا نسمع شيء من اللي حضرته لنا اليوم، كيف حضرت شيء للبرنامج؟ بالنسبة اليوم لهذه الحلقة وهذه المناسبة الجميلة قلت فيها أبيات متواضعة. بديت بسم الله سبحانه إلهي ربنا، بديت بسم الله سبحانه إلهي ربنا، الحمد له والشكر عد من طاف بالبيت الحرام. حيا ويا سهلة بمن جانا وشرف عندنا، حيا ويا سهلة بمن جانا وشرف عندنا، ليمن شباب الشكر با يرقى إلى أعلى مقام، ليمن شباب الشكر با يرقى إلى أعلى مقام. في تاربه اليوم ذا واجب علينا كلنا ننقل حضارتنا إلى العالم بهمة واهتمام، في تاربه اليوم ذا واجب علينا كلنا ننقل حضارتنا إلى العالم بهمة واهتمام. دي تاربه أرض العمل والعلم، دا منهج لنا وفي المصانع يشهد التاريخ وبأعلى وسام، وبالمصانع يشهد التاريخ وبأعلى وسام. فيها الثقافة والأدب والشعر له موطن هنا، فيها الثقافة والأدب والشعر له موطن هنا. للدان وأهل الدان نعشق ما على العاشق ملام، للدان واهل الدان نعشق ما على العاشق ملام. فيها التراث الحضرمي، فيها التطور والبناء، فيها التراث الحضرمي، فيها التطور والبناء، وكم بها عادات موصوفة ومشهورة دوام. فيها القناصة والزوامل فاقت أصوات الغناء، فيها القناصة والزوامل فاقت أصوات الغناء. وأيضا الشبواني المعروف حكمة والتزام، وأيضا الشبواني المعروف حكمة والتزام. فيها الزراعة وتربية الأغنام تزخر أرضنا، وبالمهن أيضا باتشهد بلادي كل عام، وبالمهن أيضا باتشهد بلادي كل عام. شكرا اليوم في حضرموت تقديرنا لك حبنا، ولبا حميد نزار قوافي الشعر وبأحلى كلام، والختم صلى الله على أحمد الشفيع نبينا، صلى عليك الله واصحاب الميامين الكرام. الله أكبر ما شاء الله، معنا خليت شيء يا محمد جبت الثقافة والدنيا والعالم ما شاء الله تبارك الله، شيء طيب الحقيقة. في تدخل الحقيقة من برا ما شاء الله الحقيقة، يعني شعر جميل، والحقيقة ما نطلق عليه شاعر، ايش رايك؟ اكيد شاعر، اكيد شاعر، ولا شاعر ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه ان شاء الله يبارك فيه. طيب وانا ما انا داري حتى اقدم بعد ما قال يعني طبعا استاذ خليل هو واحد من من الشعراء اللي نسير على نهجه واتبعته من بدايه انطلاقاته ما شاء الله الشعر. الله يحفظ ابو سليمان ان شاء الله. واكيد ابو سليمان الشعر في المدارة له قواعد، يمكن له تراتيب، له شغلات، يعني له اصول معينه ولا شيء؟ اكيد له قواعد، له ترتيب، له ترتيب في الشعار، له ترتيب في المغني، له ترتيب العدة اللي تستضيف المناسبة هذه، المقدم كيف يرتب، له ترحيب، له فصول، له كثير قواعد متبعة يعرفون الشعار، والمقادمة الحواف كلهم يعرفون هذا، والسمار اللي يجون يحضرون طبعا يعني. يعني لما تكون في المدارة كيف تكون مشاعرك وانطباعاتك مع تفاعل الناس؟ ترضي الجمهور ولا ما ترضيه؟ تفكر فيهم ما تفكر فيهم؟ إن الإنسان يقول اللي يعني اللي يملي عليه واجبه، يعني ما يقول اللي يرضي الناس يعني. هذا المفروض يعني. نعم. يعني لو هذا المفروض لكان ما خالفت، ما خالفت أنت، ما خالف دينك، لا لا يمكن يعني. المفروض إنه ما يملي عليك واجبك، إيه المطلوب منك تقدم كشاعر في هذا المكان تقدم. هذا المفروض. صحيح. والواقع.
والواقع ونفسه بين ده وبين ده يعني. على كل حال شيء جميل وأنه يعبر الشاعر بما في خاطر المواطن ويلقى الشعر لك قبول واستجابة البعض. طيب أكيد اليوم أنت حضرت لنا شيء في المناسبة هذه. والله حضرنا له خفيف يعني على خفيف يعني. ما شاء الله خفيف. خفيفك ثقيل يعني. أنت ما شاء الله. لكن الشاعر محمد كرام الدقير أنا أشوفه وفى وكفى. ما شاء الله. ولو تكتفون يعني. لا لا أكيد من بعد عروس. من كل من كل بستان زهرة يقولون من كل. سبحان الله تفضل. طبعا هي عبارة أبيات عديتها عبارة عن ترحيب بكم حيابكم يعني الله. وهذا قليل في قدركم إن إحنا نرحب بكم. مرحب بكم في تاربة يا يمن شباب. نعم حياكم الله. مرحب بكم في تاربة يا يمن شباب بين الخضيرة نعم. والمراعي والشعاب. الشعاب. مرحب بكم يا يمن شباب. شباب. نعم. بين الخضيرة والمراعي. والمراعي والشعاب. والشعاب. نعم. في تاربة بفتح لكم 200 باب. الله. في تاربة بفتح لكم 200 باب حيث المعالم في مجيك والذهاب. الله الله. حيث المعالم. في مجيك والذهاب يحكي تراث أجدادنا أولي الألباب حيث تربية الغنمهن والركاب حيث الحرف المهنية والاكتساب حيث المصانع فيها وليوفون الطلاب ننقل لكم صورة لكل عاشق وحاب. مرحب بكم يا يمن شباب ننقل لكم صورة لكل عاشق وحاب مقيم في ذا البلد أو في بلاد الاغتراب في ذا البلد في ذا المحل من فوق ذرات التراب بين الأفاضل والرجاجيل الصلاب انزار والطاقم وعباقي الصحاب في حضر موت الخير في حضر موت الخير الخير طاب الأنس طاب, طاب في حضر موت الخير طاب, طاب الأنس طاب رحب بكم في ذا البلد شيبه ولا ان كان شاب شاب مرحب بكم يا يمن شباب شباب حياكم الله ما قصرتوا الحقيقه كفيتوا ووفيتوا وانتم الان من خلال شعركم هذا الجميل حبيت انا لو نحضر جلسه من جلسات الدان في عندكم مغنيين داننا في الله كيف عندنا مغنيين عندنا مغنيين كثير عندنا الوالد اهم شيء المغني الكبير الله يطول في عمره الوالد سعيد رجب بداره يعني نعم هذا كان مغني وعندنا مغنيين كثير عندنا المغني ايضا توفي صالح بحشوان وصالح عاشور بن سلمان وكثير من المغنين لا نحضر الذكر يعني اللي عاشرناهم طبعا اللي ذكرت لكم يعني تاربة فيها شعراء وفيها مغنيين وفيها فنون وفيها كذا وما شاء الله استعرضتوا انتم ما شاء الله ما تزدهر به وتشتهر به هذه المدينة إذن خلونا في نشوف لنا جلسة دان هكذا جميلة مع مغني الدان اللي ذكرت اسمه الوالد مقدم سعيد رجب دار إن شاء الله تكون الفقرة الجاية إن شاء الله مع جلسة دان خفيفة نختم بها برنامجنا إن شاء الله إلى هنا نكون قد أتينا وإياكم أيها الأعزاء إلى آخر يوم من أيامنا في حضرموت في هذه القلعة الجميلة قلعة بن قحطان العامري في مدينة تاربة نرجو أن نكون قد أحطنا بما جلنا وطفنا في مدن حضرموت الوادي والساحل وبإذن الله تعالى ستكون لنا لقاءات قادمة في برامج أخرى نترككم الآن مع ختام هذه الحلقات في هذه الجلسة جلسة الدان الحضرمي ودمتم في حفظ الله وأمانه. طبعاً هذه الأبيات اللي سوف يغنيها الوالد المقدم سعيد رجب بدارة هي للشاعر برك بن عمر العامري وشارك أيضاً في هذه السمرة بقول وبيت واحد بعد أن استثاره الشاعر برك بن عمر العامري عوض بن سعيد بن منصور العامري وكانت هذه السمرة وقعت في بيت سالم بن صالح بالفجر العامري بمنطقة شرمة بتاربة فصل وسام نوينا نجتمع نوينا نجتمع في مكان أهل الشرف
في مكان أهل الشرف. ليلهم مرسوم من سابق زمن. ليلهم مرسوم من سابق زمن. على الأثر بنتبع. على الأثر بنتبع. والوفاء قد له دمن. والوفاء قد له دمن. بالمودة والمروة والجميل. بالمودة والمروى والجميل. هاش عقلي راح يضطر في الكحيل. هاش عقلي راح يضطر في الكحيل. لزمن عطشان يساقي يسرع. لزمن عطشان يساقي يسرع. اسقنا بارد برف. اسقنا بارد برف. يطفي الهوب الذي شب وفتتن. يطفي الهوب الذي شب وفتتن. عاد قلبه ما قنع. عاد قلبه ما قنع. لا رام مفروض حن. لا رام مفروض حن. ينطوي من مثل طيات المكين. من مثل طيات المكين. هاش عقلي. هاش عقلي راعي الطرف الكحيل. يا خفيف الروح وصفك يا الدلع. يا خفيف الروح وصفك يا الدلع. وصفك يا الدلع. ابدلي منك طرف. ابدلي منك طرف. بثمنك وعساك تلقي لي ثمن. بثمنك وعساك تلقي لي ثمن. وانت عون المنقطع. وانت عون المنقطع. وادركوا قبل الكفن. ادركوا قبل الكفن. قبل ما يمشي من الوادي قبل رحيل. ما يمشي من الوادي رحيل. هاش عقلي راح يضطر. هاش عقلي راح يضطر في الكحيل. كل ما راجعت عقلي ما رجع. كل ما راجعت عقلي ما رجع. ما رجع. قلت له البادي وقف. قلت له البادي وقف. فيش من سكره وبطره. فيش من فكره وبطره. يا مجن. يا مدن. حط بالك واستمع. حط بالك واستمع. قال تشغفنا العين. قال ترشغفنا العين. والسوانق لي مع العليا تميل. والسوانق لي مع العليا تميل. عليا تميل. هاش عقلي. هاش عقلي راعي الطرف. هاش عقلي راعي الطرف الكحيل. الهوى بلوى على اسمه من طلع. الهوى بلوى على اسمه من طلع. باسمه من طلع. انت قل حمله وخف. انت قل حمله وخف. له مذاهب من عرفها ما سكن. يا من من عرفنا ما سكن. ما سكن. عذبت حتى الورع. عذبت حتى الورع. واشترك في كل فن. وترى في كل حن. ما يهاب البعد والليل الطويل. ما يهاب البعد والليل الطويل. هاش عقلي راعي الطرف الكحيل. هاش عقلي راعي الطرف الكحيل. كلنا للدان جمله نستمع. كلنا للدان جمله نستمع. كلنا نستمع. بن عمر مولى الترف. بن عمر مولى الشرف. والهوى مايل وحانب في الشجن. والهوى مايل وحانب في الشجن. والشباب والسبب لي من صنع. والسبب لي من طمع. واصنعوا آله تقل. واصنعوا آله تقل. وخلفوا عدان للناشي ثقيل. وادركوا عدان للناس الثقيل. هاش عقلي. هاش عقلي راعي الطرف. هاش عقلي راعي الطرف الكحيل. من وقع في حال قل له. من وقع في حال قل له ينتبه. يجعل الجسمه نصف. لعل الجسمه نصف. يشربوا حالي وما
ومر من غير دن واشربوا حالي ومر من غير دن لا يقع طبع عقلك لا يقع طبع عقلك يطلع الستره لبن يطلع الستره لبن يا قتل ولا تروح منه قتيل ولا تروح منه قتيل تروح منه قتيل هاش عقلي راعي الطرف الكحيل هاش عقلي راعي الطرف الكحيل أحسنت أبو صالح ما قصرت.